هل وزارة التنمية المحلية ليها دور في ده؟ أقول لك أيوه، وزارة التنمية المحلية بتشتغل على إيه؟ على استثمارات تقدر بحوالي 40 مليار في ضمن برنامج كبير لتحسين البيئة. عايزين نفهم بقى أكتر حول هذا الموضوع، معانا على التليفون دكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية. أهلا بيك يا دكتور. اهلا وسهلا استاذ يوسف، مساء الخير على حضرتك وعلى اهلنا في محافظه مصر. ازاي الصحه؟ انا عملت مقدمه سريعه كده علشان بس يبقى المشاهد فاهم احنا بنتكلم على ايه، فهنا افهم 40 مليار جنيه استثمارات ضمن برنامج تحسين البيئه. يعني ايه يا فندم؟ وال 40 دول 40 مليار دول هيتوجه يعني هيوجهوا في ايه او ازاي؟ يعني خلينا نتفق زي ما حضرتك تكرمت كده انه بالفعل زي ما اكد صباح اليوم معالي وزير اللواء هشام امنه وزير التنميه المحليه ان الوزاره بتشرف يعني كلها الشرف انها تسهم في ملف التكيف والتخفيف من الاثار السلبيه للتغير المناخي. ده بيجي من خلال عدد من المشروعات والانشطه، من اهمها الانشطه اللي بتؤدي الى خفض الانبعاثات زي ان احنا نمنع الحرق المكشوف للقمامة. وعلشان كده الاستثمارات دي اتحطت من 2014 منذ تولي سيادة الرئيس حتى تاريخه وفي اطار اطلاق الاستراتيجية التنمية المستدامة 2030. كذلك الامر احنا عندنا استراتيجية وطنية تم تحسينها في العام للتغير المناخي 2050، بالاضافة طبعا الى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان 2026. من هنا بنقول ان ضمن برنامج اللي تتبناه وزاره التنميه المحليه المتمثل في تحسين البيئه والاداره المتكامله للمخلفات الصلبه، هو بالفعل حجم الاستثمارات اللي وضع في هذا الشان تمثل في 40 مليار جنيه، وده كان ايمان من الدوله المصريه فعلا ان الاداره المناسبه والفعاله لاداره المخلفات الصلبه بتعد مورد مهم جدا للاقتصاد الدائري او الاقتصاد الدواري. يجي الكلام ده من خلال ايه؟ من خلال برضو انشاء وظائف خضراء وان احنا نحسن من فرص الدخل في المناطق الحضريه والاكثر احتياجا، وفي نفس الوقت بنزود القدره على تقليل الاستهلاك من الموارد الطبيعيه، وبالتالي احنا هنا بنحقق الحمايه البيئيه. ده يترجم على طول في شكل ايه؟ في شكل ان احنا قمنا بتدشين مبادرة متكاملة للتنفيذ للمنظومة الجديدة للنظافة اللي كانت رئيس اعتمدها لنا في 2019 المتمثلة في ثلاث برامج رئيسة. البرنامج الأولاني بيتمثل في إن احنا بنعمل بنية تحتية لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة في 27 محافظة مصرية. كان بادئ في بدء في ده إن احنا نرفع المخلفات والتراكمات التاريخية. تمثل ده في إيه؟ تمثل ان احنا في خلال تقريبا سنتين ونصف رفعنا حوالي 51 مليون طن من التوالد اليومي والتراكمات التاريخيه اللي تقريبا تعد في حوالي 15.5 مليون طن كانوا موجودين في 53 موقع في المحافظات المصريه. ادي شق. الشق الثاني دخلنا على المحطات الوسيطه اللي هي بمناولة، اللي هي بتاخد من الأحياء وبالتالي حضرتك بتاخد من البيت للمحطة المناولة، يبقى أنت بتقلل من تواجد التراكمات أو المخلفات اللي موجودة في الشوارع المصرية، وده كان لابد أن يكون من محطات وسيطة كافة لاستقبال ده. وكذلك الأمر محطات وسيطة متحركة تتجاوز 79 محطة متحركة جاري توزيعها على المحافظات المصرية غير اللي تم استسلامها بالفعل. نيجي على المحطات الثابتة، المحطات الثابتة دي يا فندم موجودة في المحافظات المصرية تتجاوز ال 24 محطة وسيطة ثابتة، تم تسليم منها 13 وجاري تسليم ال 11 الثانيين باكتوبر القادم ان شاء الله. نيجي بعد كده عشان نكمل المنظومة، كان لابد يكون عندنا في البرنامج الأولاني ده إنشاء مدافن صحية آمنة، بمعنى إنها تستقبل بعد القيام بعمليات تدبير المخلفات ومعالجتها في مصانع التدبير اللي جاري إنشائها على مستوى المحافظات المصرية، يتبقى فيما لا يزيد عن 25% من المرفوضات النهائية التي لا تصلح لإنتاج سواء كومبوست يمكن استخدامه اعتماد يعني طبيعي محسن يمكن استخدامه في المساحه الخضراء واللاند سكيب وغيره، او يمكن كمان انتاج حاجه اسمها ار دي اف اللي هو وقود المرفوضات.
ده بنحل بنستخدمه محل الفحم في افران المتخصصه في صناعات الاسمنت والاسمنت. طب يبقى احنا كده بالشكل ده بنشتغل على محورين مهمين، ان احنا بنقلل من الانبعاثات الحراريه سواء عن تقليل الحرق او عن طريق استخدام وقود بديل للطاقه يحل محل الفحم في هذه الافران. كذلك الامر يا فندم لما نروح نلاقي ان من ضمن المخطط بتاعنا يكون عندنا على مستوى الدوله المصريه 20% من اجمالي المخلفات السنويه يتم التعامل معها من خلال حاجه اسمها ويست انرجي، او من خلال افران حرق متخصصه امنه يتم حرق هذه المخلفات وتحويلها الى طاقه. وطبعا حضرتك في مقدمه حضرتك قلت ان احنا بنبحث عن مصادر نظيفه لانتاج الطاقه، وده زي الهيدروجين الاخضر، ومصر من الدول السباقه في هذا الشان. اتمضى فيما لا يقل عن 6 اتفاقيات فيما يتعلق بالانتاج الهيدروجين الاخضر في منطقة الاقتصادية في قناة السويس. ده بيحصل حتى في إطار يا دكتور خالد إنه مصر قاعدة بتشتغل على إنتاج الطاقة بأنواعها، سواء إذا كانت حاجة زي الغاز الطبيعي، حاجة زي الهيدروجين الأخضر، حاجة زي الطاقة الشمسية، طاقة الرياح، طاقة كهرومائية، فتتحول مصر إلى مركز للطاقة في المنطقة، واحد من أهم المراكز اللي موجودة في العالم. أنا بشكرك جدا يا دكتور خالد، كل الشكر ليك دكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية.